هنعمل بقى المسقعة. البتنجان ده البتنجان الصعيدي اوانه. في بتنجان تاني انا جايبه لكم ده وده عشان تعرفوا الفرق. ده دلوقتي ما يتاكلش، المكبب ده هتلاقيه تقيل، لما تيجي تمسكي البتنجانيه هتلاقيها تقيله على كف ايدك كده وجامده. بصوا جامده، ايديك ما تمشيش فيها ما تعلمش، وتشرب زيت وتبقى مرره ومبزره حبتين. لكن البتنجان الطويل ده اوانه، كل ما يبقى موجود جيبيه احسن. ده ما ياخدش زيت كتير، وبصوا اديك اتعلم اهي، سفنج زي الفل، قلبه مش محجر، وايديك اتعلم فيه كده، وبيبقى خفيف وما ياخدش زيت، سواء بقى قطعتيه عكس الياف او غيره بيبقى زي الفل. ده موجود وده موجود، بس ده ما تجيبهوش دلوقتي، بصي حجر تلاقيه في السوق حجر، ده اخر اوانه. اللي طالع ده هو اللي حلو، بتنجانات طويلة دي. قبل ما نقطع البتنجان اول حاجه هنعمل بقى المسقعه، عليها ترتيب في القلي. هنقلي الاول البطاطس، وبعد كده الكوسه، وبعد كده البتنجان، الفلفل في الاخر. الفلفل هنخليه في الاخر عشان بيطلع البذر بتاعه كده، ما يسودش الزيت وتضطري تغيري الزيت كل شويه. ما تقشريش البتنجان، هو حلاوته في قشرته، يعني قشرته مش وحشه، وما تحطلوش ملح وتركنيه يصفي كده ويسود وينزل كل الحديد بتاعه في الملح والميه زي الفل، ولا بيحتاج اي حاجه، ابيض زي القشطه، ليه ابيض كده وحلو، تاخدي فايدته ويبقى زي الفل. في ناس يقولوا يا غاليه حطي، يعني قطعيه زي كده وحطيه في مصفى ورش عليه ملح وحطيه في الشمس ينزل ميته، بعد شويه بتلاقيه اسود ونزل كل الميه اللي فيها الحديد والفايده بتاعته، وبتعتبر ان انت ما بتاكليش حاجه بيفقد كتير قوي، الملح بينزل منه حاجات كتير. لما تكون بتنجانيه حلوه كده وبيضه ومش مبزره وزي الفل، اعمليها من غير ما ولا تحطي ملح ولا حاجه، وده مش هيشرب زيت. في معلومه حلوه قوي برضو، لو شرب زيت منك حطيه في مصفى وتعالي كده على الحنفيه وسيبي عليه شويه ميه دافيين، الميه هتاخد الزيت وتنزل وسيبيه يتصفى، مش هيشرب زيت ابدا وهيبقى زي الفل. او طلعيه على ورق مناديل يكون نضيف، مش ورق جرانين، ورق مناديل، هيبقى زي الفل. عاوز اشكر كل حبايبي اللي بيبعتوا لي كلام حلو، وكل حبايبنا اللي بيكتبوا لنا على الصفحه كلام حلو، بقول لكم الف شكر على ذوقكم. زي دودي اسامه وبوسينة عادل بشكرهم قوي قوي، ودينا برضو، وسهار فكري، واحمد علام بشكره، وجهان عبده، ويحيى شاهين برضو بشكره جدا، وواحد بقى ماضي انا اكيد اهلاوي بشكرك برضو، ورودي احمد بشكرها من قلبي، وجهان عبده حبيبتي بقولك الف شكر على الكلام الحلو، والملاك الحائر اسمها جميل قوي، ام ياسمين بقى بعت بتقول لي يا غاليه انا نزلت صوره يارا وياسمين وما شفتهمش، شوفهم لي كده يا مصطفى، لازم ننزلهم النهارده عشان ما نحبش حد يزعل مننا. وفاطمه السيد بتقول لي ليه يا غاليه ما بترديش عليا، يا اختي اديني برد اهو، يا ريت بس تكون انت سامعاني، وعاوزه الكشك عيني الاثنين، هعمل لك الكشك. واحد اسمه بقى الشاعر يحيى جوهر بقت عامل اعلان على الصفحه عندنا، يلا زي بعض، كل اللي عاوز يعمل اعلان تحت امره مفيش مشاكل.
واو كله ببلاش، احنا ما بنعملش حاجه بفلوس، احنا غلابه. قلل من ندر ووفي. يعني طول ما احنا شغالين كده هنقول اسامي حبايبنا، ولو ما قلناش اسامي يعني اعذرونا، احنا بسم الله ما شاء الله يعني عندنا 116 الف وشوية، على قد ما هنقدر هنقول اهو. بصوا اول ما المربى كده تبتدي قلبيها عشان السكر يدوب، لان احنا مش هننقح، الاحسن ان انت تنقعيها من بالليل او قبلها بساعتين ثلاثة. لون الجزر صلاة النبي يفرح القلب، بس اهم حاجة تبقى مطية عليها عشان ما تشتش، لان لو لسعت هتبقى ريحتها عمرها ما هتتصلح وخسارة. اهي انا كمان بشكر كل حبايبي اللي كتبوا لي برضو على الفيسبوك، يعني اللي كاتب برضو كلام ما عجبناش قوي او اللي كاتب حاجة كده او كده بنقول له الف شكر، واحنا برضو فاتحين لك الصفحة قول اللي نفسك فيه، وعاوزين نتعلم كل اللي يخالفنا نحترمه، لازم نحترم بعض. واحد بيقول لي الحلقة اللي فاتت بينت الشعب المصري انه مش عارف دينه، والله الشعب المصري عارف الدين كويس قوي، وعارف الدين كفاية. الشعب المصري عارف الدين كويس قوي، ومحدش هيعرف الشعب المصري دينه. وبعدين احنا بنحب الدين قوي قوي قوي، ولو شفنا اي حاجه بنقول عليها بنذكر ربنا وبنذكر سيدنا محمد وكل آل البيت، ودي حاجه احنا مش محتاجين نتعلمها، وكل واحد عارف ايه الصح وايه الغلط وايه الحلال الحرام وايه الحلال. وبعدين انتوا لو كنتوا شفتوا، انا لما رحت للشيخ احمد قال لي المولد ده اتعمل عشان الحب، كان فيه اكتر من 3 مليون اتجمعوا في يوم واحد عشان بيحبوا بعض، لو احنا قدرنا نجمعهم عمرنا ما هنقدر نجمعهم في يوم واحد. وكل الاديان اتعملت عشان الحب، كل الاديان اتعملت عشان الحب. وبعدين يا ست حسنة كتر خيرك برضو ان انتي بتقولي لنا، احنا برضو نحب نسمع يا ست ام بسام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا ام بسام، ازيك يا ست غالية؟ وحشتينا. تسلمي وتعيشي. انا كنت دايما بتفرج عليكي وكان نفسي من زمان اكلمك والله. اهلا وسهلا، ده احنا اللي اتشرفنا بيك النهارده. الله يخليكي الله يخليكي، انا يعني شفتك بالصدفه كده على النت وعرفت ان انت رجعتي تاني، فرحت جدا والله. ده انا اللي فرحانه ان انتي بتكلمينا النهارده، وبعدين انتي شفتي روحنا المولد سيد البدوي وزورنا والناس كلها كانت بتحب بعض. الله يخليكي، اكيد طبعا اكيد، وانتي يعني بصراحه ليكي دور كبير قوي ان انتي تجمعي الناس كده وتخلي الناس كده يحبوا بعض. يعني قوليلي بس، شفتي الحلقه ولا فاتتك؟ لا بصراحه ما شفتهاش، انا لسه اول حلقه بعد رجوعك اشوفها النهارده. خلاص خشي على اليوتيوب وشوفيها ان شاء الله ان شاء وشوفيها الله. على النت. حبيت بس اقول لك الحمد لله على سلامتك، واحنا كنا مفتقدينك من زمان والله. ربنا يخليك. امال بقى اسكتي، ده انا في يا دوبك سلبت ايدي من المولد رحت طالعه على الاسكندريه على طول، كنا معزومين هناك يا اختي في اسبوع. طب الحمد لله الحمد لله، ربنا كده يخليكي مجمعه الناس دايما يا رب. تسلمي، هفرجك بقى بعد شويه لما رحت عملت اسبوع ام مريم بقى، وجايبه بنت قمر صلاه النبي احسن عليها. انا عايزه اعرف بس الاعاده بتاعت البرنامج امتى؟
تاني يوم يعني احنا النهارده الاثنين، الاعاده بتبقى الثلاث الساعه 3:30 العصر بتوقيت القاهره. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني احنا بنشوفك بصراحة، يعني بنشوف فيكي يعني انت مصر، يعني انت مصر الاصيلة كده، امي واختي وجارتي وقريبتي، يعني ما بنحسش ان انت غريبة عننا خالص بصراحة. تسلمي وتعيشي، انا كلنا واحد وكلنا اخوات. بس غالية مش مصر، ده مصر حلوة برجالتها وناسها الطيبين الله يخليكي، اكيد طبعا، وبيكي طبعا، وبيكي احنا والناس بنشوف فيكي يعني الأصالة بتاعت مصر، وبنشم ريحة مصر كده. تسلمي، ده بالناس الحلوة اللي زي حضرتك كده. الله يخليكي يا ست غالية، وإن شاء الله نستمتع معاكي بقى بالحاجات الحلوة اللي انت بتقدميها دي دايما يا رب. تسلمي وتعيشي يا ست الكل، سلميلي على كل اللي عندك. الله يخليكي، الله يسلمك يا ست غالية، الله يسلمك، وإن شاء الله تستمري معانا على طول بإذن الله. إنشاء الكريم وكان لنا عمر إن شاء الله. ان شاء الله. ممكن اخد رقم تليفون حضرتك؟ حضرتك ارجعي للكنترول ومصطفى يديهولك عينينا. تسلم عينيك يا ست غالية، تسلم عينيك. يعني انت يا اختي جيتي في جمل عيني. تسلم عينيك. تسلم شرفتينا. عينيك. الله يخليك يا ست غالية. مع الف سلامة. زي ما قلنا ان في ترتيب في قلي المسقعه، لو هتحطي بطاطس عشان البطاطس تطلع لونها حلوه كده ولونها كده ذهبي وجميله، تحطيها في الاول عشان البطاطس دايما عامله زي الفنتر، لو حطيتيها في زيت معكر تطلع واخده وساخه الزيت كله وطالعه، عشان تطلع كده ذهبي وحلوه وجميله تبقى هي في الاول، وبعد كده البتنجان، وبعد كده هنحط الكوسه. ولمي بقى على قد ما تقدري، لمي وحطي في المسقعه، العيال ياكلوا ويتهنوا وتبقى ايه، سكر. تحطي فلفل اخضر، حبايبنا بقى العرب يحطوا دايما زبيب، ويحطوا مكسرات، احنا هنا نحب نحط كل الخضار اللي موجود. الكوسه اللي هتجيبيها للمسقعه، جيبي الكوسه تكون كبيره شويه، يعني الكوسه النهارده ب 4 جنيه اللي هي الصغيره، الكبيره شويه المتعه دي هتجيبيها مثلا، يعني انا النهارده بعد الفصال جايبها مثلا ب 2 الا ربع بالظبط، لان بتبقى يعني زي ما قلنا المشنه فيها الحلو وفيها الكبير وفيها الصغير، في الدرجه اولى في الدرجه تانية، كل واحد يجيب اللي على قده. زي انا كده ما جبت الكبير، وصبحه عنقها اخضر وفل، دي تستحمل معاكي يا ست اميمه. ايوه اهلا وسهلا يا ست اميمه، اهلا بيك يا ست غالية، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، نعم ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. اعمل لك النهارده شوية مسقعة بقى بعد ما كنا الفول النبت بقى فين؟ في السيد السيد البدوي. البدوي، ايوه. جميلة، كانت حلقة جميلة جدا. تسلمي وتعيشي، احنا كده دايما والله. نحب نروح نزور الحبايب. ايوه يا حبيبتي، زيارة الحبايب حلوة. شفتي بقى انا بطلع البتنجان مستكاوي كده زيك، ايوه ولا الله انت يعينك. بتعملي احلى مني؟ لا يا حبيبتي والله انت زينا بالظبط، بتعملي نفس الطريقة، بس انا بعمل الثوم وبطشه بخل واخليه يعني يغلي شويه كده، وبعدين احط الطماطم الصلصه. احنا النهارده هنعملها بالصلصه البيضه، الصلصه البيضه، بشاميل يعني. تغيير شوي. زي بعض زي بعض، كله حلو منك يا ست غالي. تسلمي، بس عاوزه بقى اخد رايك في حاجه بقى. اسمعيني، قولي يا حبيبتي. في واحدة بقى اسمها سمسمة حمادة، قالت لي يا غالية هي هتتجوز وتقعد في بيت جوزها. أيوة. وعاوزة نصيحة، انصحيها انت بقى، هتقعد مع اهل جوزها. وعاوزة بقى نصيحة، تقولي لها انت ايه بقى يا ست الكل كده، انت عاقلة وراسية وكلمة منك تتحط كده في علبة قطيف. هقول لك بقى يا حبيبتي نصيحة حلوة عشان تعيش مبسوطة كده، وما يبقاش في مشاكل بينها وبين اهل جوزها. قولي. اهم حاجه ان هي تكون محترمه معاهم، لما تلاقيهم بيتكلموا في اي مشكله من مشاكل العيله تطلع بره ملهاش دعوه بيهم. تاني حاجه تحترمهم عشان هم يحترموها، وحتى لو هم ما احترموهاش هيبقى غصب عنهم يحترموها لان هي محترمه. وبعدين طبعا الحما ديت لازم تتعامل زي الام بالظبط، لان هي الكبيره ما ينفعش ان احنا ما نحترمهاش.
الله ينور عليك. فتحترمها زي مامتها وتعاملها زي مامتها بالظبط. الحما بيبقى ليها شويه سلطه في البيت، لكن مرات الابن بقى بتحب هي طبعا تبقى هي الكل في الكل، لكن طبعا ما بتتعداش على الاصول، واخده بال حضرتك؟ سامعاك يا ست الكل. وطبعا الزوج برضو لازم يبقى ليه برضو راي في المواضيع دي، ويبقى ليه كلمه برضو بين الاثنين، ويعدل بين مامته وبين مراته، وهي هترتاح جدا جدا لو هي في حالها وحاضر ونعم وطيب وخلاص بس. الله واهم حاجه ينور الادب عليكي، والاخلاق والاحترام. الله ينور عليكي، انا مش هزيد على كلامك ولا كلمه، ده انت الله يعني يخليك، خليتيش على حته غبار، قلتي كل الله يخليك الفايده. يا حبيبتي، الله يخليك يا حبيبتي. انا عايزه سمعتي بقى بقى اقول يا لك ست حاجه، سمسمه الكلام الحلو. انا عايزه اقول لك بقى حاجه، اتفضلي. ما تزعليش من اي حد ينتقد اي حاجه على الفيسبوك، خالص. لان بصي انا هقول لك على موقف حصل لي. اتفضلي. انا يوم الجمعه كنت عند والدتي ماما زوبه، وكنا واكلين رنجه وفسيخ وبصل اخضر وكده وفاكهه ومش عارفه ايه، فانا حطيت صوره الفسيخ على الفيسبوك، وبعدها بساعه كده حطيت طبق فاكهه وقلت لهم ايه يلا بقى نحلي كل ده على الفيسبوك. راحت واحده محترمه من دور بنتي ايناس راحت كدالي على الفيسبوك، ان شاء الله لو ما اديتيني واحده تموتي ولع. يا ساتر يا رب. شفتي بقى يا ست غاليه الكلام؟ معلش ده فطبعا الشر انا عليك يا اختي. زعلت جدا، وطبعا انتقدتها وطلبت منها ان هي تشمي خالص من على صفحتها، بعد الشر وقلت لها عليك. انا همسحك خالص من على الصفحه وانت لازم تمسحيني وانا مش عايزه صداقتك ديت تاني. فبص يا ست غالية، اللي مش عاجبه ما يخشش على الصفحة بتاعتك، بصي انت يا ست حبايبك الكل، كتير جدا جدا ومش محتاجة حد تاني. بصي يا ست الكل، اي حد بيكتب اي الله الفيسبوك يسلمك. ده احنا شغلتنا ان احنا نستعمله كويس ويفيدنا وناخد منه الحاجات الكويسة، ده مراية ايوه، يعني. بصي زي المراية كده، بصيتي في حاجة شكله وحش هتلاقي شكله وحش، بصيتي شكلك ايوه حلو هتلاقي شكلك حلو، ايوه بالظبط كده. ما تزعليش نفسك. لا والله ما زعلتش ولا حاجه، بس انا يعني بقول لك ان انت ما تزعليش، لان الناس كثيره يعني بتنتقد وبتتكلم وبتقول، حتى لو الحاجه كويسه برضه بيقولوا وبيعيدوا، فانت ما تزعليش خالص يعني، شيلي من دماغك خالص. لا انا مش زعلانه، وبعدين كويس ان انا سالتك وانت قلتي النصيحه الحلوه دي للست سمسمه، وكلامك زي ايوه الفل. ربنا يخليك يا ست غالية، يا رب ربنا يخليك، ربنا يعني ده يخليك. كفايه، أيوة انت كلامك خبره وزي الفل. الله يخليك يا ست غالية، متشكرة جدا يا ست شرفتيني، غالية، مع ألف سلامة. مع الف سلامه يا اختي، ربنا يديك الصحه وتعيشي وتاكلي فسيخ يا رب. الكوسة برضو كل حاجة خلي لونها حلو وما تسيبهاش تتحرق ولا تاخد لون غامق عشان يبقى طعمها حلو وتبقى كده بخيرها، لأنها لسه هتخش في طاجن، يعني هي لسه هتخش في طاجن، يعني لو هي مستكاوي كده ومش مستوية قوي مش مشكلة، بس هي كلها بتبقى مستوية، بس ما تسيبش لونها يغمق. يا ست ولاء، الو، زيك يا ست ولاء، ازيك يا ست غالي؟ تسلمي وتعيشي. اخبار صحتك تمام؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك ليا سؤال. اتفضلي. انا بعمل الكيكه وبتيجي في النص كده بتكون نيه، وبقيت الكيكه بتكون مستويه. هو اول البدايه ده عيب فرن، ايه الفرن؟ عيب فرن، في الميكروويف يعني درجه حراره الفرن ما بتكونش مظبوطه، لازم تظبطيها وتكوني مشغله الفرن قبل ما تحطي الكيكه على الاقل بربع ساعه، وما تمام. تفتحيش عليها لما تطلع ريحه. احنا دايما نقول ان في ريحه الكيكه لما بتطلع بدري دي اسمها الريحه الكدابه، يتهيالك ان الكيكه استوت وهي لسه بتلق زي البيضه بمرشتي كده، فانت ما ايوه تفتحيش عليها الفرن قبل نص ساعه على الاقل. اوكي ماشي. وبعدين في فران حلوه بيبقى بتقرا درجه الحراره مكتوب عليها درجات الحراره غير بتاعي ده. لا حضرتك ده في الميكرويف والله مش في فرن البوتاجاز.
يا اختي ميكروويف ايه، اعملها في فرن البوتاجاز يبقى طلع زي الفل. انا عمال اسمع عنه بقالي كتير. بس انا زعلانه من حضرتك بقى في حاجه، اتفضلي. متابعاكي على الفيسبوك وببعت لك صور ابن اختي وحضرتك ما بتنزليهاش. بصي يا ستي الحبايب، يعني انا لا مؤاخذه لكل حبايبي، احنا بيجي لنا اكتر من 100 صوره ولا 150 صوره في اليوم. لا ده انا بقالي تقريبا سنه ببعتها لك. لا يعني مصطفى الله يخليك شوف صور حبايبي بقى. ايوه مصطفى يا ريت. حاضر عينيا. فاحنا ما بنقدرش ننزل الصور كلها، على حبه عين على قد ما بنقدر. خلاص عينيا ما الاثنين. تزعليش بقى من اي حاجه على الفيسبوك، يعني كبري دماغك زي ما بيقولوا. لا يا اختي احنا ما بنزعلش، احنا بندردش كده. يعني انتي حبيبتنا والله، غالية وغالية عندنا قوي. تسلمي، بس ابعتي لي الصور تاني في رسالة واحنا هننزلهم. خلاص اوكي، عينيا يا ست الحبايب. تسلمي يا غالية، ربنا ما يحرمناش منك. تسلمي يا حبيبتي. مش كده، مع السلامة. مع السلامة. الفلفل بقى اول لما ينزل ويطقطق كده على طول طلعيه، اول لما يطقطق كده تطلعيه يا دوبك يدبل يبقى زي الخصايه كده، تروحي مطلعاه ما تسيبهوش كتير. في حبايبنا كتير قوي قوي، ناس من حبايبنا بعتولنا نصايح على الفيسبوك، افتحوا وقروها كلكم هتستفادوا منها زي احنا ما استفدنا بالظبط. زي الست اللي بعتت لنا